لكن احنا كفلسطينيين لن تحترق في الذاكره الفلسطينيه، لان هذه الذاكره هي مستمده من الذاكره الجزائريه التي لم تستكن امام كل المخططات، خرجت المحتل والان هي بامن وامان. واعتقد هذا درس كبير، ونحن سنبقى تلاميذ لكل جزائري وجزائريه. بارك الله فيك. هذا مكان. وفي الاخير اقول لسيادتكم تحيا بكم كل ارض تنزلون بها، كانكم في بقاع الارض امطار، لا اوحش الله ربحا من زيارتكم، يا من لكم في الحشا والقلب تذكار، فانتم القوم ان حلوا بمنزله حل الرضا ويسير الجود بالسار. سيدي بارك الله فيكم، شكرا لكم جميعا، شكرا.